كنا عم نحكي قبل ما ننتقل لمطار دمشق عن تداعيات الأزمة النفسية يلي صارت من بداية الزلزال إلى اليوم، وأنه الفئة الأكثر ضررا هي طبعا الأطفال. رح نتعرف أكثر اليوم عن كيفية التعامل مع الأطفال بعد الكوارث والأزمات مع ضيفتنا طبعا الاختصاصية النفسية سلام قاسم. صباح الخير أستاذ سلام، يعطيك العافية. يسعد صباحك يا رب، والله يرحم الشهداء والشفاء للجرحى والصبر والسلوان لكل السوريين على ما ابتلوا فيه طبعا والمصيبة اللي اجت من كارثة الزلزال. أكيد. خلينا نبلش حديثنا لما نحكي يعني كلياتنا اليوم عم نشوف حالة الهلع والخوف عند كل الناس، وأكيد ما فينا نلومهم لأنه هن عاشوا بحالة كتير صعبة، اللحظات كانت جدا قاسية. لما نحكي عن 40 ثانية هي غيرت مجرى الحياة بالنسبة لإلهم، فهول الصدمة النفسية على الكبار كتير قوي، فكيف على الصغار؟ خلينا نحكي كيف فينا نتعامل اليوم مع الأطفال اللي عاشوا هي الصدمة النفسية. الطفل نوعا ما كتير بيقدر يعبر، وأحيانا بدها فترة زمنية طويلة هي الصدمة النفسية لتقدري تدريجيا تحاولي تخرجي الطفل منها. أكيد هالحكي هلأ في ظل الكوارث وفي ظل ظروف الكوارث السيئة، طبعا أبشع اللي تعاني الشعوب من أبشع الظروف الضاغطة والصادمة، وهي الظروف هي كتير سيئة بتكون وبتلقي بثقلة على كافة مناحي الحياة، فما بالك أنه بالأطفال اللي هن أكثر هشاشة، أكثر الفئات بالمجتمع هشاشة. الطفل غير قادر على التعبير بشكل جدي في البدايات، الصدمة بتكون كتير كبيرة بالنسبة له. طبعا هذا ما نو بالصدفة أبدا، لأنه الطفل هو لسه تكوينه المعرفي وتكوينه الجسدي والسلوكي والاجتماعي كله لسه ما اكتمل، هذا الضعف بنمو الطفل لسه وعدم الإدراك والفهم لما يجري من الأحداث، هذا طبعا بيخليه يعاني من صدمة كتير كبيرة. هلأ طبعا بتتجلى هاي الشيء انه نحن بنصير بنلاحظ انه عند الطفل خصوصي اللي تعرض للكارثة وكان بالمكان او حتى الحدث. قلب الحدث، وحتى الاطفال البعاد واللي شافوا على التلفزيون واللي سمعوا واللي حسوا عفوا، هدول بتلاقي اول شغله بتصير عندهم بصير عندهم شعور بعدم الثقه بالنفس وبالاخرين، اضافه لانه بصير عندهم الرعب والقلق النفسي. القلق النفسي اللي هو عبارة عن اضطراب وعن شعور بالتوتر والخوف نتيجة الرعب الشديد والشعور بالخطر من أنه شيء ممكن يحصل عنده، وهذا القلق اللي بيصير عند الأطفال هو بالحقيقة عبارة عن نوعين، قلق طبيعي وقلق مرضي. قلق طبيعي بيستمر لفترات بسيطة أسابيع بتلاشى بزوال الحدث، أما القلق المرضي ممكن يستمر معه لأسابيع ولأشهر، هو ساعتها عند بهي اللحظة بيكون بحاجة لعلاج نفسي ولطبيب نفسي وأخصائي كتير مهم. هلأ الأطفال كمان بتلاقيهم بصيروا نتيجة الاضطرابات بصير عندهم ضعف بالتركيز، عدم التوازن، أحيانا ممكن يصير سلس بولي، بصير آلام جسدية، الصداع، آلام بالرأس، بصير هدول الأطفال إضافة لأنهم بتحسي أنه عندهم وسواس، بصير عندهم اضطراب بالنوم، بصير عندهم عدم قدرة على ضبط انفعالاتهم لأنه بصير عندهم تأثيرات سلوكية نتيجة الحدث الصادم يلي صار. فردات الفعل هي بتختلف من طفل لآخر، ولكن بالمجمل بتكون الصدمة كتير كبيرة. أما نحن شو بنحسن نقدم للأطفال مثل ما طرحتي بهيك ظروف، نحن طبعا نحسن نقدم لهم كتير شغلات. أول شغلة نحن مفروض نشتغل على المساندة النفسية، وهي المساندة النفسية بتكون بوضع برامج اختصاصية للتعامل مع الأطفال. أول شيء أنت بدك تأمني للطفل الأمان، بدك تأمني له الأمان والحماية. الأمان بيكون أنه أنا أضعه بمكان بعيد عن الخطر أنه يحس بالأمان. ثاني شيء الحماية لإله، يعني إذا كان في حدا من أهله قريب كذا يكون قريب منه، يحاول يحضنه، يحاول يتقرب منه. كتير مهم بحالات الأطفال نحن أنه ما نستنبط منهم الكلام، ولكن نخليهم هن يحكوا. يعني الطفل اللي بده يعبر عن مشاعره وعن أحاسيسه نحن نكون عندنا آذان صاغية، ويعني الاستماع الفعال الجيد للأطفال بهيك ظروف كتير مهم، لحتى نحسن نحن نحسسهم بشعور الأمان وشعور الاحتضان وشعور أنه في شيء نحن رح نعمله. إضافة كمان كتير مهم بالنسبة للأطفال أنه نحن ناخذهم لما أخذناهم لمكان آمن أنه نشتغل على مجموعات، يعني مثلا مجموعات ممكن مثلا تكون تطبق عليهم مثلا نظرية السيكودراما، مثلا أنه نحن يحاولوا يمثلوا الأدوار مثلا أشخاص اللي تعرضت لموقف صادم أو شافت شيء أنه يتم هذا التمثيل، وبعدين يبعدوا على شكل دائرة مغلقة مثلا نحن نصير نعرف
نعرف مشاعرهم وأحاسيسهم لحتى نشتغل على مبدأ التفريغ. ممكن كمان نشتغل بحلقات ثانية على الرسم، إنه يحاولوا يرسموا. المهم إنه الشيء اللي جواته الطفل نحن لازم نشتغل على التفريغ والاستنباط ونطلع يلي موجود عنده، ولكن بشكل غير مباشر، إنه أنا ما بجي دغري وبسأله. والمواجهة كتير مهمة، لما أنا بعمل حلقات السيكودراما هي كتير مهمة إنه بيواجه الخطر، فهون بيحسن الطفل إنه يتغلب على مخاوفه شوي شوي. هذا القلق والتوتر طبعاً يلي عم بيعاني منه الطفل هو ما له بالأمر السهل، يعني صحيح. هو رح يعطي انطباعات تانية وردات فعل لا سلوكي، سلوكية جديدة ممكن تكون تأثر بمسيرة حياته. إذا نحن ما حسنا نحتضنه من البدايات ونشتغل كلياتنا متضافرين حتى مع الهزة الارتدادية، يعني شفنا يا حرام حالة الهلع رجعت مرة تانية، الأطفال بلشوا فعلياً يستوعبوا الموضوع، رجعت بشكل أقوى. هو نحن لازم يعني نعطي الطفل، مثل ما قلت لك ما عنده إدراك معرفي، فلازم نحن نعطي دعم معرفي، يعني إنه دعم المعلومات، نعطي معلومات في هذا الموضوع. تفضل. يعني من يومين بالضبط شهدت حادثة لأحد الأطفال عم يحكي مع والدته عن الهزة الارتدادية، فعم بيقول له إنه أنا بدي أقول له للزلزال إنه لا بقى تيجي لعنا لأنه أنت هزيت لنا البيت كله، حركت كل أغراض البيت وشفت في بنايات عم توقع، فأنا ما بحبك وما بديك تيجي لعنا. عم يحكي مع زلزال كأنه شخص. نحن بنعرف إنه طبيعة كيف الطفل بيفكر تختلف طبعاً عن مستوى تفكير الإنسان العاقل أكيد. المدرك للأمور واللي بيقدر يميز، فالطفل دائماً ممكن يشخصن أي حالة بيشوفها أو يحول أي شيء بيشوفه لشخص بيحكي معه مثل ما بيحكي مع ألعابه مثل ما بيخاطب الحيوانات. هاي الحالة كيف ممكن يتعامل مع الأهل؟ وهل هذا الشيء صح نتركه بنقول له إيه، وجه له رسالة إيه، بهدله إيه، قل له أنت ممنيح للزلزال؟ هل هذا الشيء تصرف صحيح؟ وخصوصا يعني أنه الطفل شفنا حتى أطفال بمراكز الإيواء بحلب يعني عم بيقولوا بعد ما ينعمل نشاط أو شيء أنه أنت مرتاح؟ لا أنا ماني مرتاح، ماني مبسوط لأني ما عم بنسى صورة البناية وهي عم توقع قدامي. أكيد هو هذا مثل ما قلت لك هذا من أبشع المواقف الصادمة اللي ممكن الإنسان يحس فيها. ظروف الكوارث يعني كتير سيئة، فلما بتلقي بثقلة على الكبار فلاقوا ضغط كتير وصعوبة بتحمل الحدث، فما بالك بالأطفال، فبيكون طبعا أضعاف مضاعفة الحمل بالنسبة لهم. هلأ بالنسبة لهي الحالة كتير مهم طريقة تعبير الطفل عن الشيء اللي شافه والطريقة اللي عم بيعبر فيها، فهي كتير طريقة جيدة. والطفل دائما بيشتغل على المحاكاة، يعني كمان كيف بيشوف أهله هو كمان بيستمد القوة والضعف من أهله. لازم الأهل يكونوا أقوياء بهيك مواقف مهما كان. هلأ نحن بنلاحظ بالغرب إذا يعني الأفلام اللي بتكون فيها رعب وإثارة وكذا، نحن بنلاحظ دائما بيشتغلوا على عزل الطفل خلال الحدث عن الأشياء اللي عم بتصير، بيحطوا له سماعات، بيسمعوا موسيقى وبيحاولوا طبعا إنقاذه. هذا كتير مهم لحتى ما يتركوه بصدمة ما بعد الكارثة. هلأ نحن لما طبعا الظروف عنا والإمكانيات نحن مختلفة، فبنشتغل نحن ضمن الظروف والإمكانيات المتاحة بالنسبة لنا. بالنسبة لأطفالنا لما بتتعرض لهيك ظرف صادم وكارثة حقيقية، نحن لما الطفل عم يحكي خليه يحكي مثل ما ذكرت أنا بالبداية، خليه يعبر عن مشاعره وأحاديث وأحاسيسه. لا توقفي أبدا، لا توقفي أبدا، ولا تسمعي أي كلمات مؤذية، حتى لو بده يصرخ، لو بده يكسر، لو بده يعمل أي شيء تركيه يعمل ويعبر عن انفعالاته. كتير مهم يعبر عن انفعالاته. لما بيعبر عن انفعالاته هو حسن يتخلص من الشعور السيء اللي موجود عنده. تخيل الزلزال وحش وصادم وعم بيحكيه وعم يقوى عليه، فهذا كتير مهم، دليل هذا على قوة شخصية الطفل، لأنه قدر يشتغل على مبدأ المحاكاة ومبدأ الحوار والتخيل. عنده كتير هذا، عنده يعني صورة بمخيلته كتير حلوة لحسن أنه يقوى على هذا الزلزال وأنه يطلب منه أنه ما يرجع لعنا مرة تانية. فهذا شيء كتير مهم وشيء كتير حلو. تركوه يتصرف بالطريقة اللي بيلاقي حاله فيها مرتاح. لا تحاولوا أبدا تستخرجوا منه أي معلومة ولا تسألوا. كتير صعب نحن أنه نسأل الطفل ونحطه بموقع خطر. نحن ممكن مثل ما قلت عن طريق لعبة، عن طريق تماثل أدوار كذا، ممكن نحن هلأ أكيد نحن الأطفال لما بالبدايات رح تسمعيهم موسيقى أو تدخليهم بأنشطة، أكيد بالبدايات يعني رح يكون تقبلهم كتير بسيط، ولكن نحن لما منأمن لهم الحماية ومنأمن لهم الأمان ومنأمن لهم الغذاء اللي هي الاحتياجات الأساسية للإنسان، فما بالك بالأطفال نأمن لهم ياهم. لما بيكونوا طالعين من الزلزال بيكونوا بحالة عطش، بحالة جوع. أول شيء الإنسان الحياة كتير غالية على كل شخص، فأول شيء بيطلب الشغلات اللي هي بتعد له رمق الحياة، فبيطلب الماء والأكل والمأوى والمسكن، بعدين ببلش يتذكر
يتذكر الطفل شو صار. هون لما ببلش بحالة التذكر هون بده يكون الاستيعاب. الحب والحنان والصدق بالتعامل كتير مهم. أنا لما بتعامل مع الأطفال حاولوا لما تتعاملوا مع الأطفال تكونوا على نفس السوية نفس المستوى. يعني لما بيكون منقذ عم بيحاورهم أو عم بيحاول يتعامل معهم يكون على نفس المستوى، ما أنه واقف وحدا قاعد نايم وكذا، لا انزل لإله انزل لمستوى. خلي العبارات كتير توضيحية. نحن ما بدنا نقله للطفل أنه لا ما صار شيء وهذا ما في شيء وهذا حلم وكذا، لا لا أبدا. خلي الصورة الواقعية هي الحقيقية، لأنه لحتى نشتغل على المواجهة نحن لازم يعرف الشيء اللي صار. بس هذا لما بيكون مثل ما قلت أنا نوع من القلق والتوتر لفترة بسيطة بتلاشى مع الوقت. طبعا الناس اللي حضروا الزلزال واللي سمعوا والهلأ مثل ما سمعنا بالريبورتاج طبعا شيء طبعا يعني كارثه تقشعر له الابدان ومرعب جدا طبعا. هذا طبعا ما بيحملوا الكبار فما بالك بالاطفال. نحن خلينا نشتغل برويه بهدوء، يعني انفعالاتنا نحاول نضبط انفعالاتنا مهما كان في ألم مهما كان في أسى مهما كان في حزن. في شيء اسمه ضبط الانفعالات، نحن لازم نضبط انفعالاتنا وخصوصي بالتعامل مع الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع اللي هي الأطفال. الطفل ما بيقدر يتحمل انفعالاتكم، حاولوا تتعاملوا معه بهدوء، لأنه كثرة الانفعالات والتعبيرة والتعبير الخاطئ كمان اللي ممكن يكون بألفاظ وبكلمات غير حقيقية ممكن يزيد المشكلة عند الطفل. الصدمة هي كتير كبيرة طبعا، رح يتقبلها الطفل شوي شوي لما بيلاقي حنان وحب وعاطفة. يعني لاحظنا أنا في إحدى المقاطع كمان طلعت على الفيسبوك هي إنه طفلة احتضنوها أشخاص إنه ممكن أنا أكون أبوكي ممكن أكون إخواتك، هدول هي قالت لهم رفقاتي قال لهم إخواتك، فحسسوها بالأمان حسسوها بالراحة. ممكن هلأ شوي شوي بصير بيتلاشى الحزن، أكيد في كارثة رح تبقى، هي في شيء رح يبقى بالذاكرة أكيد لن ينتهي، ولكن صحيح. الحياة بتستمر بالنهاية أكيد. ونحن كتير مهم يعني من الأخطاء وكتير اللي ممكن إنه لازم يتداركوا الأهل إنهم ما يخلوا أولادهم يشوفوا مواقع التواصل والفيديوهات اللي عم تنعرض. هي نقطة كتير مهمة. كتير مهمة. هون رح ننهي حديثنا معك لأنه وقتنا خلص. أكيد بدنا نتشكرك على وجودك معنا وعلى جميع النصائح اللي قدمتيها. نقطة كتير مهمة، في كتير من الناس يمكن ما عاشوا الحدث بس للأسف أهليهم تاركينهم على مواقع التواصل الاجتماعي عم يشوفوا أعمار جداً صغيرة، يعني بعدك ما فيك تشرحي له ولا تعبري له بالتفصيل شو عم يصير. فقد ما فيكم حاولوا تبعدوا أولادكم على كل الصور أو أي شيء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنه بيأثر على نفسيتهم بشكل كتير كبير. بالختام أكيد بدنا نشكرك على وجودك معنا. شكرا لكم وإن شاء الله يا رب هيك بنتمنى الأمن والسلامة للجميع وراحة البال. أكيد. آمين يا رب. شكرا لك أستاذة سلام. شكرا لكم.